أنا الأول بصلاح الدين في قضاء الشرق. الفكرة أنه عندي هواية وتجارة في السيارات، أتبضع أبيع وأشتري. استطلعت بالمحافظات أنه هذا الفكرة ما موجودة، واكتشفت هذا الفكرة وعرفت أنه السونار مهم في العمل وتقييم سعر السيارة. بعد الحرب والنزوح والحرب اللي صارت، بعد ما انتهت جيت بلشت بالمشروع مالي والفكرة مالتي. الأجهزة كلها تقنية حديثة. قبل اللي يريد يفحص السيارة يروح على الحداد يلقي عليها منظري فقط. هسه بالوقت الحاضر كل شيء تطور. بعد استطلاع المحافظات عندنا أجهزة حديثة اللي هي أشعة السونار، كشف الضرر والصبغ والتبديل. يعني هسه أنت كزبون تريد تشتري سيارتك، تجي يمي أفحص لك إياها وأقول لك على الأعطال اللي بيها والحادث اللي موجود بيها، وأسلمك تقرير بتفاصيل مثل هذا، تقرير مفصل كامل عن سيارتك، عن حادثها، عن ضررها، عن صبغها إلى آخره. هذا التقرير تنبني عليه البيع والشراء وتقييم سعر السيارة. تمام؟ أكيد أكيد كل مشروع ناجح وكل إنسان ناجح يواجه صعوبات، اللي هي من قبل الأشخاص اللي مقربين عليك وبالمجتمع. أنا من بديت استشاريت بعض الأصدقاء واستطلاع بالمجتمع والشارع، قلت لهم عندي هيك فكرة، عندي هيك استطلاع، أفتح مركز سونار أول بصلاح الدين. الأغلبية ما أيدوني، قالوا مشروع فاشل، راح بس تخسر فلوس، تعب، جهد، ما راح تستفاد شيء. بس أنا كانت هوايتي وطموحي أكبر من هذا الشيء، لحد ما فتحت هذا المركز الأول بصلاح الدين، والفضل لله نجح المشروع وصرت يعني معترف بيه من قبل سوناري وعملي، واسم وعنوان ورمز بصلاح الدين.